شو في تحت الطاولة، شو في أيدي خفية، ظاهر الأمر هني. وشاكر العبسي كان المسؤول الأول. كبر كبر، الله أكبر. شاكر العبسي كان مخدوع أو كان مخابرات سورية؟ لا لا لا، تأكد أنه مات. فحص الحمض النووي لا يثبت بأن هذا شاكر العبسي. أكيد ما نحكي فيها لأنه في معنويات مؤسسة عسكرية ودولة ما بينحكى فيها. هذا يرسم علامات استفهام أن هناك اختراق أمني. مختفون، الأربعاء 7:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.